محمد الناهي، كيف مر الكرة، كيف وصلت لرجل أحمد شمال واسكنها شباك الحارس إبراهيم مفتاح. يلعب الكرة عالية، لا تأتي الرأسية من خطر الكرة والهدف الثاني. يا احمد الشاب، يا احمد جمال، وجود حاله تسلل عرضيه والهدف الرابع، الهدف الرابع لصالح خطاب النجار، هدف رابع لصالح خطاب النجار بعد عرضيه احمد جمال. طريقة منظمة، وهذا اللي حدث أمامنا الآن. أحمد جمال يمشي ويعدي، أحمد ينقلها على اليسار وسط طيبها الشد. أحمد جمال، أحمد جمال يراوغ، أحمد يعدي ويدور يتأنى ويختار محمد عيسى. ناصر الحديدي ترجع الكرة من جديد، سنة الشوشات ملعوبة، عند لاعبي فرقة التعاون بلو طيب في مرة أولى.
البداية الآن الكرة خطيرة من أحمد جمال. جمال جم Hustle and down the brother's bubble. Call if you're here.